قال الخصائص حقت لغة روبي. تعرف الفيريبل بشكل عام كذا، ما في تكتب انت ولا اشياء هذه زي الموجوده في الجافا وغيرها. هذه الاري في روبي لاحظ انك تقدر تحط فيها شو اسمه اشياء من انواع مختلفه، اوبجكت من انواع مختلفه، طبعا كل شيء قدامك اوبجكت هنا. زين، هذا الاكسس للاري، هذا الهاش في شو اسمه في روبي. هنا نشوف كيف الاوبجكت اورينتد في روبي بشكل سريع كذا. تعرف كلاس اسمها سيفنجز اكاونت وسب كلاس من account فاينل انهيرتنس، طبعا تسوي الكونستراكتور، استدعاء الكونستراكتور بالطريقه هذه نيو، تمام. هذا الكونستراكتور اللي هو اسمه انيشيالايز، اذا تبغى تسوي له باس. هنا انت عرفت بروبرتي زين او انستنس فاريبل، هذه انستنس ميثود الان، تمام، وفيها انستنس فاريبل. في روبي ما في شيء اسمه بابليك، كل الانستنس فاريبلز برايفت، فالانستنس فاريبل اوتوماتيك برايفت. بس من ميزات روبي انك تقدر يعني التلاعب بالاسماء تعطيك كانك تدخل انت على الفيريبل، وانت فعليا تستدعي الميثود. دائما في روبي تستدعي الميثود، ما تدخل ابد على فيريبل، تمام. هذا هذا الان زي الستر يعني، زين الميثود الستر ميثود كيف تعريفها. هنا الميثود ثانيه ديبوزيت مثلا في الاكونت. هنا اذا كنت تبغى ستاتيك فيريبل زين، زي في الجافا تكتب static، فهنا تكتب @ في روبي. إذا تبغى class method زين، فتكتب self dot bank name you access ال static variable. فهذه الكلاس ما فيها شيء يعني شو اسمه مختلف كثيرا يعني عن ما فيها تغيير كبير عن مثلا اللغات الثانية. كنت فاهم object oriented شبيهة باللغات الثانية. الشيء المهم اللي لازم اللي نركز عليه انه everything is an object. فشوف عندك 57 اللي هو الرقم زي الجافا سكريبت، ها، فيقول يسوي 57.methods، فتقدر تشوف الميثودز حقت الرقم 57 زين، لانه الرقم 57 object. كل ميثود هي عباره عن رساله تصل للاوبجكت، تمام. يعني شوف الغرابه هنا شوي، هذه مهم في الروبي بس تفهمها، اذا فهمتها تنطلق بشكل كبير في الروبي. زين، مثلا الماي سترينج دوت لين، لما تكتب الكلام هذا هو بالضبط لما تكتب ماي سترينج دوت سند وترسل الميثود الرساله لينك او ميثود لينك، فهي استدعاء ميثود هو السند، ترسل رساله للميثود. فهو الرجل طبعا هو ياباني اللي سوى اللغه، فمخلص تماما لمفهوم الاوبجكت اورينتد. زين، انه استدعاء الميثود هو ارسال رساله للاوبجكت. لاحظ مثلا الجمع، عمليه الجمع ما في اوبريتورز في روبي. الجمع هو ميثود على الرقم مين؟ واحد. الرقم واحد هذا انتجر من التايب انتجر الاوبجكت، وعنده ميثود اللي هي بلس، تمام. فكانك ترسل رساله بلس وتعطيها الرقم 2، واضح؟ هذا فعليا اللي يصير، ولكن روبي بيسوي الميتا بروجرامينج تتلاعب بالموضوع هذا. فعليا هذا اللي يصير اندر ذا هود يعني، وتقدر تكتبها كذا انت يعني الكود هذا المكتوب هذا الكود روبي يشتغل. لاحظ الاكسس الاري، لما تكتب كذا في الاري فانت فعليا كانك ترسل رساله للاري زين اللي هي هذه وتعطيها البارامترز، تمام. ف بشكل عام او عفوا بشكل خاص الامبليسيت كونفرجن، لما تيجي تجمع لك مثلا انتجر مع دبل، فالمفروض ان الانتجر يصير دبل مثلا او حاجه زي كذا. امبليسيت كونفرجنس هذه ما تصير من التايب سيستم حق اللغه مضبوط، وانما من الميثود نفسها. الميثود نفسها تسوي لك طيب، في يعني فعليا انت عندك روبي مثلا زي البي اتش بي، عندك الانتربريتر حق روبي زي الانتربريتر حق بي اتش بي، تمام. في روبي لك تحكم قوي جدا في الانتربريتر نفسه، تقدر تعدل على الاشياء اللي يسوي الانتربريتر اكثر بكثير من بي اتش بي. وهنا الابداع اللي في ريلز، انهم تلاعبوا بالانتربريتر، وفي ارسبيك وفي غيرها كلها الاشياء الغريبه اللي تشوفها مضبوط، تسمح لك ما يسمى ميتا بروجرامينج بشكل اكبر بكثير، واضح. فهذا شيء يعني مهم جدا في روبي. اوكي، اخيرا هذه طبعا اكثر شيء يعني يستغربه الاشخاص اللي يشوفون روبي لاول مره، زين، هو ما يسمى بالبويتري مود، زين، او الكتابه الكود يسمون المود الشعري يعني، زين، كانك تكتب شعر يعني، كانك تسولف فعليا. هذا ناس يستغربوا يقول لك انا اشوف يقول عجزت لا اهضم الروبي، كاني اسولف. فوش قصة السوليف؟ وش قصة؟ هذا كود الآن، هذا السطر الأخير ذا كود، زي اللي شفته تو في الكونفجريشن قلت لك، كنت أقول لكم إن هذا كله كود. ف
وش القصة هنا وش اللي جالس يصير. فبكل بساطة روبي فيها رولز بسيطة. أول شيء طبعًا هذه الهاشز زين شفناها تو، هذا اللي يسمونه الهاش زي الري وكذا، الداتا ستراكشر اسمها هاش في روبي. فيقولك إنه لما تستخدم تقدر تستخدم الهاشز في روبي عشان تسوي باس الكيورد لايك كيورد لايك أرجيمنتس. فهنا تقدر تستخدم الهاش وترسل أكثر من أرجيمنت ككيورد شو اسمه الكي والفاليو، تمام؟ فلاحظ إن الميثود هذه لينك تو أرسلنا لها أرجيمنت الأولى وهذه الأرجيمنت الثانية، والأرجيمنت الثانية هذه عبارة عن هاش فيه أكثر من حاجة. فهذه القاعدة الأولى في روبي. القاعدة الثانية يقولك إنه لما تشيل الهاش بريسز زين تقدر تشيل الهاش بريسز لما يكون آخر أرجيمنت هي هاش. فبما أن عندك آخر أرجيمنت هنا هاش، شيل البريسز عادي، اللي هو البريس هذا والبريس هذا. واضحة؟ هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة يمكن هنا متكرر هذا نفسه، مفروض أنه هنا فيه أقواس معليش. زين القاعدة الثالثة تقولك إنه شيل تقدر تشيل البرانثيسز على الفانكشن أرجيمنتس إذا ما في أمبيجوتي، ومعظم الأحيان ما في أمبيجوتي طبعا، ما في غموض. فهنا شلنا إيش البرانثيسز هذه، واضح؟ فهي فعليا كان في برانثيسز هنا. زين فهذا الهاش، هذا الجزء الهاش اللي هو الأرجيمنت الثانية، وفي برانثيسز هنا وهنا شلناها لأن روبي تسمح لنا بشيء هذا. فطلع لك الكود إيش سوليف اللي يسمونه كثير من الناس سوليف، واضح؟ افهم هذه خلاص مشت معك روبي نظم يعني شلون؟ نعم اي نعم يسمونه بوتري مود في روبي، فبتفهم ريلز بكل بساطة، تمام؟ طيب اظن ما معنا وقت الديمو، لكن نختم اخيرا بالجزء الثاني من الادوات. يمكن ما تقريبا ما استعرضنا اي شيء فيه اظن ما عدا الجزء هذا. طيب اللي هو خلونا نبدا بهذا، التحكم بالجوده واختبار برنامج. شفنا احنا كوكمبر، كان ودنا نوريكم ار سبيك برضو. فهذه ادوات، في ادوات كثيره جدا جي يونت وغيرها قد تكون معروفه عندكم. هذه كلها ليش؟ التحكم بالجوده والتستنج، كل ادوات للتستنج. عندك الادوات النشر المستمر للبرنامج اللي هو الكونتينوس انتجريشن، زين هذه يمكن افضل ترجمه انا يعني اتكلم. والفكره منها انه في كل يوم اسوي ديبلويمنت. اللي منكم يشتغل في بيئة مثلا، خلونا ناخذ دوت نت كمثال، ليس لأن الدوت نت سيئة يعني، لكن خلونا لأنه كثير استخدموا دوت نت، مضبوط؟ كثير منكم أكيد يشتغل على دوت نت، فكثير منكم يعرف المشاكل اللي تواجهك لما تيجي تطلع البرودكت، تطلع السوفت وير هذا من الديفلوبمنت ودي البرودكشن، صح؟ تغير أشياء كثيرة. طيب أنا أبغى كونتينيوس انتجريشن، يعني أبغى على طول أضغط زر على طول يصير شو اسمه يصير الديبلويمنت، زين؟ أو الآن صار مفهوم أعم وهو يختص بالأوبريشن أكثر من الديفلوبمنت اللي يسمونه الديف أوبس. فيمكن عندنا في السوفت وير انجينيرنج في الديفلوبمنت نتكلم كثير عن الأجايل وما الأجايل والكونتينيوس انتجريشن. هذه في الأوبريشن، في السايد الأوبريشن يسمونه الديف أوبس، زين؟ في الوسط فيما بينهم تلقى كونتينيوس انتجريشن. كان ودنا تو نسوي الديبلويمنت، لو تلاحظ في هيروكو في الكلاود 9 وان كوماند الابلكيشن حقك نازل وين؟ في هيروكو. لكن ان شاء الله بسوي تسجيل ان شاء الله من عندي في البيت وارفعها على اليوتيوب عشان نكمل فيها النقاط اللي اليوم. فهذه نقطه مهمه جدا، كل يوم تسوي ديبلويمنت جديده، كل يوم تضيف فيتشر جديده تسوي ديبلويمنت. الكاستمر دايم مبسوط على الويب سايت حقك، صح؟ زي تشوفون بتويتر فيس كل يوم يطلع لك حاجة جديدة. هذا مفهوم جديد ما كان موجود من أول. كان إيش أوفيس إيش 2000، بعدين أوفيس كم 2003، صح؟ كم سنة؟ 3 سنين، زين؟ إيه نعم. لا سيرفس باك، هذه فقط سيرفس باك يعني عادة ما فيها يعني إيه باك فيكسينج معظمها، مضبوط؟ بينما تشوف فيسبوك تشوف هذا، حتى الآي أو إس والأندرويد بدأت تحاول إنها تقترب اكثر واكثر من الموضوع هذا اللي هو كثره. فيو كانت دو ذس بدون ما يكون عندك كونتينيوس، المفهوم الكونتينيوس انتجريشن هذا، قدرتك على الكونتينيوس انتجريشن، زين؟ قدرتك على الديبلويمنت بشكل سريع جدا. عندك طبعا ادوات كثيره للكونتينيوس انتجريشن، جينكنز، بامبو وغيرها. اذا ما انا بواهم هيروكو، لا هيروكو يستخدم الظاهر الاداه الخاصه فيه. اي نعم، فهيروكو عنده الاداه الخاصه فيه عشان شو اسمه الكونتينيوس انتجريشن. سكيل ست للاسف في الاريا دكتور ضعيفه جدا في المنطقه التحليليه في السعوديه بالذات. السعوديه
يعني في عالم البرودكشن في كوميرشال انفايرمنتس كانت تنعم انا نعم انا اكد الموضوع ليش احنا يعني الحمد لله في جامعه الملك سعود يجينا طلاب من افضل الطلاب صراحه في الماجستير يجينا طلاب متميزين يعني في اماكن مختلفه واماكن ممتازه يعني في سواء في الحكومه او في القطاع الخاص فانا اتفاجئ انه بالذات هذه كلها معدومه تقريبا ما احد يعرف عنها ابد زين فهو يقول يعني واحد من الشباب يقول يعني واحد من الطلاب قال لي والله ما عمري تعلمت بثلاث شهور عدد تولز هذا مضبوط بس انت تحتاج كل واحده من هذه لها فائده انا مهمني السلايدين هذه اطبعها ولزقها عندك بس خلها عندك زين عندك هنا كل شو اسمه البراند نيمز اذا ممكن نسميها يعني فخلها عندك كل فتره شوف لك واحده منهم وش قصتها مو لازم تشوف يعني خذ لك هذه كنتوس انتجريشن شوف جينكنز مشهور مره مو وش قصه جينكنز هذا زين فشوف الاشياء طبعا في واحده انا نسيتها معليش دروب يمكن لاني صرت متعصب للروبي اكثر البيلد في روبي ما في شيء اسمه بيلد في جافا في بيلد جافا وسي وسي بلس بلس في بيلد صح فتحتاج بيلد تولز زي ايش زي ما ادري صراحه يعني ما اعرف وش براد لكن زي ميفن اذا منكم احد سمع ميفن ميفن تقصد اللايبراري يعني لا بيلد تول تول تاخذ لك الجافا تسوي كومبايل اي نعم واضح عشان ليش انت عندك السورس كود حق الجافا في تول تاخذ تسوي له بيلد كامل وتعطيه الكونتينوس انتجريشن تول كونتينوس انتجريشن تاخذه وتسوي له ديبلويمنت هذا تول اوتوميشن احنا نبغى باسرع وقت ممكن الكود يطلع لايف مضبوط لان كانت سوفت وير از ا سيرفيس هذه قوتك هذه ميزتك انك تقدر تسوي ديبلويمنت بشكل سريع ما عندي يعني المشكله قبل لما كان ويندوز وكذا انت ما تلوم ليش انك لازم انا اروح اليوزر واليوزر يسوي انستليشن فما كان في داعي ما كان في انسنتيف بزنس للموضوع هذا قبل لا يكون يعني دائما التكنيكال يتبع البزنس مضبوط لكن بعد ما طلع السوفت مفهوم السوفت وير از ا سيرفيس صار في انسنتيف عالي جدا كبزنس فبدات تطلع التولز هذه الكثيره هذا قول اسمي الدكتور هل بعض المشاكل وش هذه الاثنين هذه العظمي اللي عليه هذا ماشين ليرنينج هذه الايكون هذه الايكون هذا اشهر كورس في الماشين ليرنينج من ستانفورد بس نسيت شو اسم الشخص صراحه لكنه انصحكم اللي يبغى يعرف ماشين ليرنينج if you want to start machine learning يعني start with this course زين اندرو اي نعم اندرو فهذا افضل كورس يعني بالنسبه لي انا من افضل الكورسات صراحه الموجوده عن ماشين ليرنينج ك ك كانطلاقه مضبوط بس هذا كله الان شوف الان this is computer science pure computer science اللي يسال وش الفرق بين software engineering وcomputer science زين for this pure computer science هنا pure computer science لما تاخذ هذا لوحده تشتغل انت على قواعد البيانات والاشياء هذه pure computer science مضبوط كسوفتوير انجينير لازم تعرف ان هذه موجوده وتستخدمها ككمبيوتر ساينتست يو ديفلوب ذيس ثينجز مضبوط تتطور الاشياء هذه دكتور بس احنا الجزئيه هذه الجزئيه الثانيه كانت عندنا مناقشه موضوع نقاش عام فهذه السلايد اللي قدمتها لنا فيها كل شيء فالمفروض ان طبقه التكنولوجيز هذه ما في مشكله بس خليني بس اخلص هذيك بسرعه وش اسمه حددنا السلايد اللي سجلنا نناقش حوله لان الادوات مره غنيه طيب بالمناسبة سلايدات مرفوعة هذه ها سلايدات موجودة على رفعناها وموجودة على تويتر انا عندي اضافة بس للادوات في هنا ما ذكرت في جيت لاب برضو اداة في الـ في الـ في الـ اسمها جيت لاب في شو اسمه يعني ممكن ان نصنفها في الايجايل ممكن نعم. نقول نعم في الايجايل انا ما اضفت هنا صح ممكن نقول انه ناقصة نقص في نقص في خلينا نتاكد انها ما هي موجودة هنا لا صحيح كلامك صحيح ما عندنا تول تو مانج الايجايل سايد يعني البروجكت مانجمنت البروجكت مانجمنت سايد للسوفت وير ففعلا في جيرا في تيفس طبعا يمكن الاكثر انتشار هنا في السعوديه من مايكروسوفت وبداوا الان يدعمون بشكل قوي في 2016 التيفس يدعمون السكرام والايجايل الاشياء هذه في جيرا اون ذا كلاود زين وفي جيرا اون بريمس ساب عاد هين ساب واي بي هذول عندهم كل شيء هذول بس انه فور انتربرايز يعني هذول كم اصلا تدفع لك مليون بس عشان تسلم عليهم يعني ها اي بس هنا
لا هم شوف عندهم برودكت ممتازة جدا صراحة، بس يعني حنا نتكلم عن ستارت أبز أكثر من الانتبرايز يعني، زين ولا صحيح فعلا عندهم برودكت. جيرة ميزة جيرة مثلا استخدمنا انه يعني انا اعرف مثلا جيرة انه مستخدم يعني في STC على مطاق كبير جدا مضبوط، بنفس الوقت انا وحسام جالسين نستخدم في بروجكت في الجامعة يعني، فجيرة صراحة من البرودكت اللي قدرت يعني تجمع بين الاثنين. تمام طيب عندنا أتمتت إدارة البنية التحتية. إذا كنت أنت عندك مركز زي مع المركز معلومات الوطني تبغى يونا يعني شو اسمك أوتوميت المانجمنت، أنت الآن الإنفراستراكشر جاي مضبوط، فعندك طبعا عندك شو اسمه الدوكر مثلا، عندك البوبيت، أنا ما أعرف صراحة، أنا أعرف دوكر فقط من هذه ما أعرف البقيات زين، لكن يو مانج الإنفراستراكشر تمام، وعندك الانفراستراكشر نفسها، فعندنا امازون عندنا الويندوز ازور، انا صراحه ما اعرف وش البراند حقه الشركه السعوديه الحوسبه السحابيه فما قدرت اجيبها، لكن على العموم موجوده ونتمنى ان شاء الله انها يعني تكون شو اسمه تطلع الان قدمه خدمه. اي نعم هي اصلا الشركه السعوديه هذه بين STC وبين علم وبين المركز يعني ف عموماً فعندنا هذه البنية الآن. لاحظوا أن هذا كثير هذا يهم الأوبريشن تقريباً، هذه كلها وهذا زين، يعني هذا بالنص هذه كلها تهمين الأوبريشن زين، وتساعد كثير في الديف أوبس زين. عندك هنا المونيترينج للبرنامج، you have your software as a service you need to monitor it مضبوط، يعني الآن أنت عندك two things to monitor، وركز بالموضوع هذا. You need to monitor the project. تابع البروجكت نفسه، تحط لك KPIs performance indicators على project. اللي شفنا أبسط performance indicator اللي هو إيش؟ velocity. تعطيك project حقك كيف ماشي مضبوط. طب الآن طلع البروجكت لايف زين، تبغى تتابع الأوبريشن حقت البروجكت، ودائما طبعا معروف BI على البزنس. أتكلم الحين على نفس الأوبريشن حق السوفتوير. السوفتوير طاح ما طاح، عندك مثلا اذا سوفت وير على 500 ماشين 600 ماشين، في ماشين طاحت في ماشين تعطلت في اشياء زي كذا